لي أنا بعض التحفظات على بعض الأرقام الحقيقة التي تقدمها هيئة الإحصاءات العامة. وذكرتها في ثنايا مقالك وذكرتها هذا التحفظ، لأنه مثلا لما يجي يقول لك والله مستوى أنفاق الأسرة السعودية بالنسبة لمن هو يقرأ ويكتب حوالي 10,729 ريال، ولمن يحمل شهادة البكالوريوس 19,169 ريال، واللي حملت الشهادات العليا أكثر من 44,000 ريال شهريا. هذه أرقام طبعا غير واقعية ولا يمكن قبولها، وبالتالي أنا أتمنى وأرجو أن يتم، يعني هو من ضمن التوصيات اللي قدمتها الدراسة المؤسسة أن يتم رفع جودة الإحصاءات والأرقام. هذه مهمة حتى أنك أنت تقف على حقائق، حتى أنك لما تبني ولا تصوراتك للمستقبل، وحتى الدولة نفسها لما تتعامل مع نسب رفع الدعم رسم فرض الرسوم المستقبلية اللي تفكر فيها، رفع تعرفة الكهرباء الماء، حتى نكون على أرقام صحيحة. لما تجي أنت تقول الواحد لمستشار المالي للحكومة أنه والله المواطن السعودي ينفق 19,000 10,000، هذا الإمام لا يقرأ، اللي بس يقرأ ويكتب، أنت كذا تقدم معلومات مضللة غير دقيقة وغير منطقية. لا طيب